إن شاء الله يوم غد صلاة الظهر سيتم فتح المسجد في إطار التدابير اللي أخذتها الدولة وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية في إطار الفتح التدريجي للمساجد. بطبيعة الحال أخبرنا بأن مسجد مختار السوسي اللي احنا من خدام ديالو خدام بيت الله أخبرنا بأنهم بين المساجد التي سيتم فتحها يوم غد إن شاء الله أمام المصلين. وفي هذا الإطار خدينا واحد مجموعة ديال الإجراءات، منها تعقيم المسجد، منها تحديد أماكن المصلين في إطار تباعد واحد المتر ونصف ما بين كل مصلي، وضعنا مواد تعقيم في الباب ديال المسجد، تم اقتناء جهاز لقياس الحرارة بالنسبة للمصلين، وبالتالي وضع واحد المجموعة ديال المنشورات سلمناها من وزارة الأوقاف مندوبية الأوقاف بن زكان في الأبواب ديال المساجد اللي كتدخل في إطار تحسيس المصلين وإخبارهم بالتدابير اللي خصها تتخذ. بطبيعة الحال احنا فرحانين بفتح ديال المسجد ونتمنوا إن شاء الله جميع المساجد ديال المملكة تفتح، وإن شاء الله كما أخبرنا بأن صلاة الجمعة مازال ما مرخص لها نظرا للخطورة ديال انتشار الوباء. نتمنى إن شاء الله يرفع علينا الله هذا الوباء هذا وتبدا صلاة المساجد صلاة الجمعة المساجد، ونتمنى من المصلين يتساعدوا مع الجمعية والقيمين في اتخاذ هذه الإجراءات باش إن شاء الله يتم يعني توسيع العدد زيادة العدد المساجد اللي غتفتح على الصعيد ديال المملكة وعملات زكانية من الدول. اللي أساسي هذا هو أن المصلين يتفهموا هذه الإجراءات اللي هي كتصب في الصالح ديال المصلين، يعني ضيوف بيت الله يساهموا بأن هذه الإجراءات هذه هي صدرت عن الجهة المعنية، عن المجالس المجلس العلمي الأعلى وعن ذوي الاختصاص، بأنها إجراءات احترازية كتصب في إطار مصلحة المصلين، أن المسجد ما يكونش واحد البؤرة اللي غتساهم في انتشار الوباء. نأديو الصلوات ديالنا ونخرجوا. بطبيعة الحال هذه الإجراءات فيها إجراءات مرتبطة بالجمعية والقيمين، اللي فيها التعقيم يومي للمسجد، فيها توفير كل شروط السلامة بالنسبة للمصلين، فيها الإجراءات اللي كتهم المصلين نفسهم وهو عدم المصافحة داخل المسجد، الحضور للصلوات 5 دقائق قبل الأذان، مغادرة المسجد مباشرة بعد الصلاة. بطبيعة الحال في إطار الإجراءات الاحترازية تم جمع كل ما يمكن مشاركة المصلين في لمسه كأحجار التيمم وكالمصاحف وهذا. إذن هذه الإجراءات الاحترازية اللي دارت كتهم المصلين، كتهم الجمعية، كتهم القيمين، نتعاونوا جميع باش نديو الصلاة في طمأنينة، ويعني وفي نفس الوقت نضمنوا السلامة ديال المصلين. وطبيعة الحال نتمنى من المصلين ما يجيبوش معهم الدراري الصغار للمسجد، لأنها من بين الشروط أن الدراري الصغار حاليا كيشكل عليهم خطر، وثانيا صعيب باش تضبط الدراري الصغير في داخل المسجد، ثانيا اللي يحس براسه عنده أعراض معينة مريض وهذا من الاتفادة أنه يحضر المسجد، لأن كاين واحد الجهاز ديال قياس الحرارة في الباب ديال المسجد، يعني بمجرد أن يكون الإنسان عنده شي أعراض وهذا يعني أنه من الأحسن ما يتخلطش بالمصلين، لأنه هذا كيشكل خطورة على السلامة ديالهم. ولهذا هذه الإجراءات الاحترازية نحاول نحترموها باش يمكن تمر الأمور بظروف جيدة، ونمشيو للمرحلة الثانية إن شاء الله اللي هو يتم الفتح ديال جميع المساجد وتفتح بشكل عادي كما كانت عليه. وأخيرا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله، وتنتهي هاد الجائحة اللي ضربت بلادنا وضربت جميع بقاع العالم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.